بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل إن شاء الله محاضرة الـ Unusual Presentation of Thyroxicosis، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت على الـ Delayed Recovery of TSH in Patient with Hyperthyroidism، وده سؤال متكرر جدا. بندي التريتمنت يحصل تحسن في الـ T3 والـ T4، ولكن الـ TSH بيحصل Delayed Recovery، ممكن يقعد few months لغايه ما يحصل ريكفري للتي اس اتش. طب ليه بيحصل ديليد ريكفري للتي اس اتش؟ عشان البرولونجد انهبيتوري افكت اوف سيركيوليتنج تي 3 اند تي 4 على الثايروتروبس. زي ما احنا عارفين بالفيدباك ميكانيزم، التي 3 والتي 4 بيعملوا انهبيشن للثايروتروبس اللي هي بتطلع تي اس اتش. فالبرولونجد انهبيتوري افكت ده بيستمر، فبيحصل ريكفري للتي 3 والتي 4، وده بيخلينا نقول ان العيانين اللي بيبدا اول حاجه بتبدا تتحسن فيهم التي 4، وبعدين التي 3 بعد كده، واخر حاجه التي اس اتش. ليس معنى ان التي اس اتش ما تحسنتش ان العيان ما تحسنش، لا، انا بقدر احكم بتحسن التي 4. لما التي 4 بتتحسن يبقى اذا انا اقدر اقول ان العيان ده حصل امبروفمنت. يبقى اول سبب هو البرولونجد انهبيتوري افكت اوف سيركيوليتنج تي 3 اند تي 4 على الثايروتروبس. السبب الثاني الانترابيتيوتري سايتوكاينز، تيومر نكروز فاكتور الفا والانترلوكين 6 ريليتد باي بيوتيسايتس مي اكزيرت ا سبريسيف افكت على الثايروتروبس باي اكسلريتنج انترابيتيوتري كونفرشن اوف تي 4 تو تي 3 ريزلتنج ان ديليد ريكفري اوف تي اس اتش بارتيكولرلي ان بيشنت ويز جريفز ديزيز. سايتوكاينز دي اكثر ما يكون في الجريفز ديزيز، يبقى دول السببين اللي بيعملوا ديليد ريكفري اوف تي اس اتش. سؤال مهم جدا، ايه الانديكيشنز فور ميجرنج تي اس اتش ريسبتور انتي بوديز؟ ايه اللي خليني اقيس التراب تي اس اتش ريسبتور انتي بودي؟ ده مهم جدا لان ده سبيسيفيك ماركر اوف جريفز ديزيز، وموجود في 80 ل 95% من العيانين بتوع الجريفز ديزيز. لكن نخلي بالنا الانتي بيروكسيديز انتي بودي والانتي ثايروجلوبولين انتي بودي ار نوت سبيسيفيك ماركرز اوف اوتو اميون ثايرويد ديزيز، بنشوفهم اكتر في الهاشيموتو ثايرويدايتس اند ار بريزنت ان 80 و70% ريسبكتفلي. التي بي او موجود في 80% والانتي ثايروجلوبولين في 70% من العيانين بتوع الاوتو اميون ثايرويدايتس. طيب ايه بقى الانديكيشن ان انا اقيس التي اتش ريسبتور انتي بودي؟ ده مهم جدا. بريجننت وومن ويز جريفز ديزيز، مهم قوي ان انا اقيس التي اس اتش ريسبتور. سكند ايزوليتد ثايرويد اسوشيتد اوربتوباسي اور درموباسي. نمرة ثلاثة تو بريدكت ريميشن ان جريفز ديزيز ديورنج ثيرابي، لما بتختفي التراب يبقى العيان ده دخل في كومبليت ريميشن. يبقى دول الثلاثة انديكيشن المهمين اللي احنا بندور عليهم. طيب امتى اعمل ثايرويد سنتيجرافي؟ امتى ابعت العيان يعمل ثايرويد سنتيجرافي؟ ان دي كتير جدا بشوف ناس بتتبعت تعمل ثايرويد سنتيجرافي نوت انديكيتد، ملهاش اي لازمه خالص. ايه بقى الحالات اللي انا ابعت فيهم اعمل ثايرويد سنتيجرافي؟ اول حاجه تو ديفرنشيت بتوين سب اكوت ثايرويدايتس اند جريفز ديزيز. معروف في السب اكوت ثايرويدايتس ان الجلاند فيها ديستراكشن فبتبقى مليانه باليود، ففي السب اكوت ثايرويدايتس الثايرويد سنتيجرافي هيبقى قليل، الابتيك هيبقى قليل باي ذا ثايرويد جلاند، لكن في الجريفز الابتيك هيبقى زايد، ودي نقطه ديفرنشيتنج. وساعات بسال فيها الطلبه اقول له لو انا عاوز وان مانوفر اعمله عشان افرق بين الهاشي توكسيكوزيس اللي هي الهاشيموتو عامله ثايروكسيكوزيس وبين الجريفز ديزيز، لان البروجنوزيس مختلف وقد يكون برضو التريتمنت مختلف شويه. هو التيست طبعا ده احد الحاجات المهمه جدا، مانوفر واحد يقدر يفرق بين الاثنين. طبعا في حاجات تانية بقدر افرق بيها، لكن الثايرويد سنتيجرافي مهم جدا للديفرنشيشن بين السب ايكوت ثايرويدايتس والجريفز ديزيز. سكند كونجينيتال هايبوثايروديزم، مفيش في كونجينيتال هايبوثايروديزم يبقى الجلاند مش هتاخد ايه
اي صبغه يبقى الابتيك هيبقى قليل. نمره 3 فانكشنال ثايرويد نيديول، عيان عنده ثايرويد كوسكوزيس وعنده ثايرويد نيديول، هل النيديول هي دي هوت نيديول ولا الجلاند هي اللي بتطلع الثايروكسين والجلاند هي اللي اكتف والنيديول ما هياش اكتف؟ دي تفرق معايا، تفرق معايا كتير جدا جدا في التريتمنت. نمره 3 سسبكتد اكتوبيك ثايرويد، نمره 4 سسبكتد اكتوبيك ثايرويد، لو انا متخيل انا مش لاقي الثايرويد في مكانها وبدور عليها السنتيجرافي هيفيدني، ممكن السنتيجرافي هيفيد في الثايرويد كارسينوما وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعد كده. النمره اللي بعد كده ميد لاين نيك سويلنج زي الثايروجلوسال سيست، يبقى سب لينجوال مثلا الثايرويد وفي ثايروجلوسال سيست، ففي الحاله ديت الثايرويد سنتيجرافي. اهم حاجه فيهم الديفرنشيشن بين السب اكوت ثايرويدات والجريفز والفانكشنال ثايرويد نيديول، دول الحاجتين المهمين جدا اللي انا بعمل فيهم ثايرويد سنتيجرافي. طيب التكنيشيان بيرتيكونيت ده مهم جدا، ايه الانديكيشن بتاعه؟ ابعت اقول له اعمل تي سي 99 التكنيشيان في الحالات الاتيه: الجريفز ديزيز، enlarged thyroid gland with homogeneously increased tracer uptake in both the loop، الجلاند هتبقى فيها ابتيك زايد، النورمال ابتيك اقل من 4%، في الجريفز ديزيز بيوصل ل 53% وزياده في 20 منت. السب اكيوت ثايرويدايتس هيبقى نيجليجابل تريسر ابتيك، مش هتاخد كتير زي ما انا قلت لان في ديستراكشن في الجلاند، فالجلاند فيها كميه كبيره من اليود. التوكسيك ادينوما هيبقى في انكريزد ابتيك في النيديول لكن الجلاند هتبقى نورمال. التوكسيك مالتي نودولار جويتر هيبين لي كم نيديول اكتف وبتاخد الصبغه وبتاخد التكنيشيان بيرتكوينيت عاليه. الثايرويد ابليزيا ما يبقاش في ابتيك خالص. اللينجوال ثايرويد هتبينها لي سب لينجوال. البابيلاري ثايرويد كارسينوما عشان اشوف الميتاستاسيس اللي موجوده مع البابيلاري ثايرويد كارسينوما. ايه الادفانتج بتاع الراديو اكتف ايودين 123؟ طبعا راديو اكتف ايودين 123 غالبا احنا ما بنعملوش ايه، لانه كوستي مكلف شويه ومش متوفر كتير، لكن له ادفانتج وله ديس ادفانتج. الادفانتج بتاعه ان هو بيبقى ترابد عن طريق الصوديوم ايودين سيمبرتور، وده ناقل مهم جدا لليود عشان يحصل له اورجانفايد عشان يبقى اورجانفايد وزنزا ثايرويد جلاند. يعني السيمبرتور ده مهم جدا عشان الاورجانيزيشن اوف زيود، يبقى يتكون عندي مونو ايودين، داي ايودين، تراي ايودين، تترا ايودين، ده اللي بيتكون. فالسمبرتور ده مهم جدا، فالسمبرتور ده بيبقى بياخد الراديو اكتف ايودين كويس جدا، فيبقى اذا انا ببين الاورجانيفايد بروسيس انسايد ذا جلاند. السكند ادفانتج انه شورت هاف لايف، مينيمال ستونينج افكت هتكلم عليها كمان شويه، ليسر راديشن اكسبوجر بتاعه قليل جدا، بيدي اكسلنت ايمج كواليتي ويز مينيمال باك جراوند اكتيفيتي. دي المميزات اللي تخليني اطلب الراديو اكتف ايودين 123. لكن الديس ادفانتج بتاعه كوستي زي ما انا قلت، ليميتد افيلابيليتي، انتي ثايرويد دراج شود بي ستوبد، وده كلام مهم جدا، ات ليست 5 تو 7 دايز بريور تو سكان. يعني ده كلام مهم جدا لازم نخلي بالنا منه. يا باشا اللي هيبلغ بها طبيب الاشعه ولا طبيب الاندوكراين؟ المفروض الاندوكراين، يعني طبيب الاندوكراين انا بيجي لي عيان هبعته يعمل راديو اكتف ايودين ابتيك كويس، لازم يبقى عارف انه كوستي وانه ليميتد افيلابيليتي مش موجود في كل السنترز، وانه لازم يوقف الانتي ثايرويد دراجز. مين اللي هيوقفها؟ مش بتاع الاشعه، بتاع الغدد هيقول له وقف 5 ل 7 ايام ما تاخدش الانتي ثايرويد.
ده مهم جدا، لان زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عشان الاورجانفايد ايودين انسايد ذا جلاند. الادفانتج بتاع التكنيشن ايزي افيلابيليتي، لو كوست، ايرلي اكوزيتيشن اوف ذا ايمج. هنعرف دلوقتي ليه، لان الهاف لايف بتاعه 6 اور كان بي يوزد ان بيشنت على الانتي ثايرويد دراج وداوت ديسكونتينيويشن، ده مش متطلب ان انا اوقف الانتي ثايرويد دراج. لكن الديس ادفانتج بتاعه نوت يوسفول ان ذا دايجنوز اوف ديس هرموجينيسيس، لو مفيش الجلاند ما مش هتبان. Not organified in the gland and has limited usefulness in case of retrosternal goiter due to increased background activity. يعني ما هوش مفيد قوي في الريتروسترنال goiter، الريتروسترنال extension. يعني هعدي دي. ده بقى حاجة مهمة جدا، ايه البروكوشن تو بي تيكن بفور سبجكت ابيشن تو ثايرويد سنتيجرافي؟ ذوس ويز هيستوري اوف اكسبوجر تو ايودين كونتيننج كونتراست اور امايودورين انتيك شود ويت فور ات ليست 3 مانثس بريور تو سكان. ما يجيش عيان كان ماشي على امايودورون او خد اي كونتراست ميديا اعمل له سنتيجرافي لمدة 3 شهور، لازم اسال في الهيستوري هو اتعرض للكلام ده ولا لا. بيشنت وار ريسيفنج اكسبكترانت، ودي كتيره جدا، كونتيننج بوتاسيوم ايودايد شود بي ديفيرد فور 2 to 4 ويكس، يقعد حوالي شهر لما يعمل السنتيجرافي. انتي ثايرويد دراج شود بي ستوبت ات ليست 4 ويكس بريور تو سكانينج. بيتا بلوكر كان بي كونتينود از ذي دو نوت انترفير والصوديوم ايودين سمبرتور اللي انا قلت عليه ميديتد ابتيك. هيفي ميل شود بي افويدد. بريجننسي اند لاكتيشن ار ابسوليوت كونترا انديكيشن فور سنتيجرافي سواء بالراديو اكتيف ايودين او بالتكنيشن. نيجي بقى للكلام ابليكابل، كلام مهم، كلام غاية في الأهمية، إيه الأدفانتج بتاع الكاربيمازول والميسيمازول؟ نتكلم بقى في السيرابي. أول حاجة الأدفانتج بتاع الكاربيمازول والميسيمازول إن أنا ممكن وانس ديلي دوزنج، ممكن أجمع الجرعة كلها وأديها مرة واحدة في اليوم. يعني سي العيان بديله ثلاث حبات يبقى 9 حبات، ممكن أديله 9 حبات مرة واحدة في اليوم؟ يس، ممكن أديله 9 حبات مرة واحدة في اليوم. هنعرف ليه دلوقتي. earlier achievement of euthyroid state بيدي rapid effect lesser side effect، side effect بتاعته اقل من البروبايل سايوراسيل. the rationale for once daily، ليه بقى بدي ممكن ادي once daily؟ the rationale for of once daily dosing despite a serum half life of only 6 to 8 hour، الهاف لايف من 6 ل 8 ساعات، يبقى المفروض ادي 3 مرات في اليوم او 4 مرات في اليوم. الذات ليه بقى ليه ممكن اديه مره واحده؟ بوس كاربيمازول اند ميسيمازول ار اكتيفلي كونسنتريتد ان ذا ثايرويد فولوكولار سيل. الثايرويد للبلازما كونسنتريشن 16 الى 1. فالبلازما هاف لايف لو 6 ساعات لا، ده هو بيتركز في الفولوكولار ثايرويد فوليكلز بيتركز 16 مره عن البلازما، فعشان كده ممكن استخدمه وانس ديلي. هاف ا لونجر انترا ثايرويد هاف لايف، بقى في جوه الجلاند الهاف لايف بتاعه من 17 ل 20 ساعه، لكن في البلازما من 6 ل 8 ساعات، فعشان كده ممكن استخدمه مره واحده. طب لو استخدمته 3 مرات صح؟ The higher potency and the higher intracellular half-life of these drugs are compared to probial cyrosil aid in the achievement of early euthyroidism. لو أنا بستخدم كاربيمازول أو ميسيمازول بيدوا إفكت بعد 6 weeks، لو أنا بستخدم probial cyrosil ما توقعش الإفكت قبل 12 week. Side effects like agranulocytosis and hepatic failure are more common with the use of probial cyrosil. البروبايل سايوراسيل اكتر بالنسبه للهيباتيك فيلير. طب امتى البروبايل سايوراسيل بيبقى بريفيرد اللي هو السايروسيل؟ امتى بيبقى بريفيرد؟
بروبايل ثايروسيل از هيباتوتوكسيك. وعشان كده احنا دايما بندي الميسيمازول او الكاربيمازول. طيب امتى ادي بقى بروبايل ثايروسيل؟ اول حاجه بريفيرد ديورينج فيرست تريمستر اوف بريجننسي ديو تو اتس سلو ترانسبلاسينتال باسج بيكوز اوف اتس انكريزد بايندينج و سيرم البومين ذير باي ديكريزينج ذا ريسك اوف سايونامايد امبريوبسي. الكونجينيتال انوماليز معاه اقل كتير جدا من الكاربيمازول. عشان كده في الثلاث شهور الاولانيين افضل ادي بروبايل ثايروسيل. كانت بتاخد كاربيمازول قبل ما تبقى حامل، وبقت حامل حولها الى بروبايل ثايروسيل في الفيرست تريمستر، الباقي بقى خلاص يتساوى. بروبايل ثايروسيل از اولسو بريفيرد ان بيشنت والثايرويد ستورم، وهنتكلم على الثايرويد ستورم. از ات انهبيتس بريفرال تي 4 تي 3 كونفرشن. هو الاكتف اللي هو التي 3 ولا التي 4؟ لا التي 3. والتي 4 بيتحول في البريفرال تيشو الى تي 3، لكن الجلاند بتطلع تي 4 اكتر ما بتطلع تي 3. لكن البريفرال كونفرشن التي 4 يتحول الى تي 3، والتي 3 ده الاكتف هرمون، والتي 4 بنقول عليه برو هرمون. طيب البروبايل ثايروسيل بيبقى بريفيرد في الثايرويد ستورم. ليه؟ بيمنع تحول البرو هرمون الى الاكتف هرمون، فعشان كده اصبح مفضل في الثايرويد ستورم. يبقى دول حالتين بنفضل نستخدم فيهم البروبايل ثايروسيل. كلام بقى غاية في الأهمية. How to initiate and titrate and thyroid drugs in Graves disease. جالي عيان Graves، How to initiating dose إزاي؟ المونيتورينج أعمله إزاي؟ الأدجستمنت بتاع الدوز أعمله إزاي؟ Initiating dose of carbamazole من 30 ل 40 ملي جرام بير داي in patient with Graves disease who have serum T4 levels أكتر من 20 مايكروجرام بير ديسيليتر. يبقى لو انا شايف التي 4 اكتر من 20 ادي من 30 ل 40، يعني من 6 ل 8 حبات، ما عادش ال 18 وال 20 حبايه اللي احنا كنا بنديهم زمان، لا الجايد لاينز اتغيرت. طيب دوز هاير ذان 30 ل 40 داز نوت هاف اني اديشنال ادفانتج ايفن ان بيشنت وذ سيفير ثايروتوكسيكوز. دي عاوز احط تحتها 20 خط. عشان كده خلاص بندي من 6 الى 8 حبات في اليوم. ممكن اديهم سنجل دوز زي ما انا قلت، او ممكن اديهم على ديفايدد دوز. ذا يوز اوف هاي دوز اوف كاربيمازول اكتر من 20 مللي ان بيشنت والسيرم تي 4 اقل من 20 ليدز تو رابيد ديفلوبمنت اوف هايبوثايرويدزم. يعني لو انت لاقي التي 4 اقل من 20 من فضلك الدوز ما تبقاش كبيرة، الدوز تبقى صغيرة. قلنا قبل كده الدوز تبقى كام؟ من 30 ل 40 أو ممكن من 20 ل 30 في الحالات اللي هو التي 4 أقل من 20. كاربيمازول is usually given once a day، however it may be given twice daily in those with severe toxicosis as the drug is rapidly washed out by the hyperfunctioning thyroid gland. خلي بالك بس من النقطه دي، لما العيانين يبقى عندهم سفير ثايروكسيكوزيس يستحسن تدي الدوز توايس، اقسم الجرعه الصبح وبالليل، نص ونص او تلتين الصبح وتلت بالليل. ده الانيشيشن. طب هاو تو تايتريت الدوز؟ بيشنت كومنلي اتشيف كلينيكال اند بايوكيميكال ايوثايروديزم. خلي بالك انا تحت البايوكيميكال ايوثايروديزم بنقول normalization of both T4 and T3، ما جبتش TSH لان انا قلت بيحصل delayed recovery لايه؟ للTSH. يبقى normalization of both T4 and T3 بيحصل من 6 ل 12 week of therapy. يبقى ما تقولش للعيان اسبوعين وهتبقى كويس، شهر وهتبقى كويس، لا ممكن يقعد شهر ونص الى شهرين لما يبدا العيان يتحسن. فدي نقطه مهمه جدا. فالانيشيتنج دوز سيبها طول المده دي. هيجي لك بعد اسبوعين يقول لك لسه البالبيتيشن موجوده والتيكي كارديا موجوده والتريمورز موجوده والسويتنج موجود. ماشي، هي بتبدا سبسايد جرادولي لكن بيبان الافكت بعد 6 الى 12 ويك. وعشان كده ما تعيدش التحاليل بعد اسبوعين ولا بعد شهر، يستحسن تعيد التحليل بعد شهر ونص عشان تعمل مونيتورنج.
طيب خلاص العيان وصل كلينيكالي ولابوراتري الى ايو ثايروديزم، اوقف بقى؟ لا. ذيرفور دوز شود بي ريديوسد باي 5 مللي جرام افري 2 to 3 مانثز، حبايه بقللها كل شهرين لثلاث شهور. والسيريال مونيتورنج اوف سيرم تي 4 اند تي اس 11 فولود باي ا مينتنانس دوز اوف 5 الى 10 لغايه 18 الى 24 من سنه ونص لسنتين. كلام مهم جدا. كونتينوينج لو دوز، طب ليه بدي اللو دوز ديت؟ كونتينوينج لو دوز انتي ثايرويد دراج فور ا برولونج ديوريشن ديسبايت نورماليزيشن اوف تي 3 اند تي 4 اند اور تي اس اتش، مش لازم التي اس اتش بس لو واحنا كمان وصلنا الى نورماليزيشن اتش بحاجه كويسه جدا. استو بريفنت ريلابس، دي مهمه جدا. ليه؟ بطول الاميونو موديولاتري افكت بتاع الدراج، بستفيد من الاميونو موديولاتري افكت بتاع الدراج. السلايد دي المفروض كل واحد يحطها على المكتب بتاعه في العياده. هاو تو مونيتور بقى بيشنت؟ دلوقتي احنا عرفنا الانيشيشن والتايتريشن. طب المونيتورنج بقى بتاع البيشنت اللي عنده جريفز ديزيز وبياخد انتي ثايرويد تي 3 اند تي 4 ات انترفلز اوف 4 تو 6 ويك تيل سيرم تي 4 از نورمالايزد، بقيس من 4 الى 6 اسابيع، من شهر لشهر ونص لغايه ما التي 4 يبقى نورمالايزد. سيرم تي 3 مي نوت ريتيرن تو نورمال فور ا لونجر بيريود ديسبايت نورمالايزيشن اوف تي 4. الثايرويد جلاند بريفينشالي سكريت تي 3. لما يبقى عندي استرس للجلاند واليود اللي جاي للجلاند مش كافي، الجلاند هايبر اكتف عاوزه كميه كبيره من اليود واليود مش كافي، بيحصل حاجه اسمها ايودين ايكونومي، الجلاند بتختصر القصه وتكون الهرمون الاكتف على طول، بدل ما تكون تي 4 تكون تي 3 اكتر. ففي الحالات الجريفز الجلاند فانكشننج، فاللي طالع مش تي 4 بقى، تي 3 بقى طالع اكتر، عكس الفسيولوجي، عكس النورمال فسيولوجي، وبالتالي كميه التي 3 طالعه كتيره، فهيتاخر التي 3 في الريكفري عن التي 4. In this scenario the dose of anti-thyroid drug should not be decreased. خلي بالك التي 4 بقى نورمال وممكن نزل تحت النورمال بسنه صغيره، لكن التي 3 لسه عالي، من فضلك ما تقللش الدوز، ده قد تكون محتاج انك تزود الدوز. Once serum T3 and T4 are normalized، الاثنين بقوا normalized، the dose of anti-thyroid drug has to be decreased and TSH should also be monitored along with T3 and T4 at a frequency من 2 إلى 3 شهور، كل شهرين لثلاث شهور أتابع العيان. TSH takes a much longer time، ممكن يقعد لغاية سنة وأكثر على ما يتحسن to recover. Once TSH is normalized، أوقف بقى الأدوية، خلاص بقى T3 بقى normalized والT4 بقى normalized والTSH normalized. خطأ شائع لما التلاتة بيبقوا normalized الناس بتوقف الأدوية. Patient should be continued on maintenance dose of anti-thyroid drug till لغاية ما يكمل سنتين. And TSH should be monitored at a frequency of 3 to 6 months. واحد مرة سألني قال لي طيب أنا اديت أنت ثايرويد وبعدين لقيت التي 3 والتي 4 بقوا نورمال والتي اس اتش بدأ يزيد، يعني العيان بدأ يخش في هايبوثايروديزم، أوقف وأدي التروكسين؟ هذا خطأ كبير جدا، أوعى تعمل كده. لو حصل كده قلل الدوز بتاع الكاربمازول. هو انتو ستوب امتى بقى؟ سؤال اصعب سؤال في الثايرويد. هو انتو ستوب انتي ثايرويد دراج ثيرابي ان بيشنت ويز جريفز ديزيز، امتى توقف الدواء؟ امتى تقول العيان ما عدش تاخد ادويه، ما عدش تاخد انتي ثايرويد؟ افتر اتليست من 18 ل 24 مانس اوف ثيرابي ويز نورماليزيشن اوف تي 3 تي 4 اند تي اس اتش. هوايل وهو ماشي على مينتنانس دوز 5 الى 10 مللي جرام اوف كاربمازول. اللونج وحط تحتها 20 خط ديس ابيرانس اوف ترابس. اف تي اس اتش از نوت نورمالايزد
لو تي اس اتش لسه ما هياش نورمالايزد اند اور تراب تيست ار ستيل ميجرابل زين كونتينويشن اوف انتي ثايرويد دراج بياند 24 مي نوت بي ريواردنج. طب امال اعمل ايه بقى؟ انا وصلت لسنتين ولسه التي اتش ما هوش نورمالايزد او التراب لسه ميجرابل وانا عاتي مينتنانس دوز والعيان ما بطلش المينتنانس دوز بتاعه. طب هل لو انا استمريت على المينتنانس دوز بعد السنتين دول دي مفيده للعيان ولا هناك حلول اخرى الجا اليها؟ طبعا المدارس اللي ماشيه دلوقتي ان انا لو اديت سنتين والعيان مشي على 5 الى 10 مللي اللي هو حبايه الى حبايتين في اليوم وستيل التي اس اتش قليل وتراب بوزيتيف يبقى انا محتاج انذر مانوفر. ذيرفور اوبشنز ان ذيس بيشنت انكلود راديو ابليشن. افكر في الراديو ابليشن ودي مهمه جدا وتكنيك سهل خالص وبيتعمل وبدي دوز صغيره وما هياش مشكله للعيانين وما بتعملش مالجنانسي ما بتعملش اي مشكله خالص. هاويفر لكن بقى في داتا طالعه جديده ودي بيبر انا لسه قاريها جديده. However, recent data suggested that continuation of low dose anti-thyroid drug for 5-10 سنين is safe and may prevent relapse. دي لسه بيبر قريها جديدة. إن في ناس قعدوا لغاية 5 سنين ياخدوا حباية لحبايتين، ما فيش مشكلة خالص، ياخدوا حباية لحبايتين في اليوم وياخدهم مرة واحدة. ياخدهم جرعة واحدة لو بياخد حبايتين، ياخدهم جرعة واحدة الصبحية أو بالليل أيا كان ما تفرقش الصبح عن بالليل. من 5-10 سنين طالما مش راضي يعمل راديو اكتف ايودين ابليشن. في ناس بترفض راديو اكتف ايودين وفي ناس بترفض السيرجري. طيب هاو تو ديفاين ريميشن ان جريفز ديزيز. المحاضره النهارده كلها مهمه جدا. امتى اقول للعيان انت بقيت ريميتد من الجريفز؟ اول حاجه مينتنانس اوف اول ثايرويد ستيت فور ات ليست 1 يير افتر ديسكونتينويشن اوف انتي ثايرويد دراج. نمرة اثنين تريتمنت ويز انتي ثايرويد دراج لمدة سنتين ييلد ريميشن في 50% من البيشنت. ريلابس ار ان كومن افتر 1 يير. لو العيان قعد 1 يير في ريلابس والتي اس اتش ما بينزلش والتي 3 والتي 4 ما بيزيدش وكلينيكالي كويس العيان ده غالبا وصل الى كومبليت ريميشن. طيب اتوقع مين من العيانين اللي ممكن يخشوا في ريميشن؟ برضو مهمة جدا. الفيميل جندر أحسن من الميل في القصة دي. اليانج ايج، السمول جويتر، التي 3 هو اللي زايد أكتر من التي 4، السايز بتاع الجلاند بيقل مع التريتمنت، حصل نورماليزيشن للتي اس اتش، حصل كل شوية تراب بيقل. العيانين دول مور برون للريميشن. انا ببقى مبسوط جدا لما بيبقى في حاجه من الحاجات اللي انا قلتها ديت مع العيانين. عشان كده قياس التراب كل فتره ان شاء الله كل 6 شهور ان شاء الله كل سنه لازم اقيسه عشان اشوف التتر ديكلايننج ولا لا. What are the patient of Graves disease unlikely؟ مين بقى اللي انا خاف منهم واقول دول مش هيخشوا في ريميشن؟ الاولدر ايج، اللارج جويتر، الجويتر كبير لو كان جريد 3 اند اباف، سيفير ثايروتوكسيس بالذات لو التي 3 اكتر من 9 نانو جرام، شورتر ديوريشن اوف تريتمنت اخذ اقل من 18 مانس، ان ابيليتي تو تيبر انتي ثايرويد دراج تو مينتنس دوز، مانيش عارف اوصله للمينتنس دوز، ليه التي 3 والتي 4 عاليين والتي اس اتش ولسه العيان كلينيكالي ثايروتوكسيك، فانا مش عارف اوصل للسمول دوز اللي بديها لمده سنتين اللي هي الحبايه الحبايتين، مش عارف اوصله للقصه دي، فكلما تاخر توصيله للقصه دي كلما كان الريميشن اوحش. الليك اوف نورماليزيشن اوف تي اس اتش، تي اس اتش ما بيرجعش النورمال. نقطة مهمة جدا، لو لقيت عيان بقى ريفراكتوري جريفز وما بيستجبش للعلاج برغم طول مدة الدواء اللي أنا اديته، فكر إن بقت الجلاند نوديولار جلاند. هل ممكن الجريفز يبقى فيه نوديولاريتي؟ ولو حصل فيه نوديولاريتي بيخش فيه ريفراكتوري جريفز، يبقى التريتمنت بتاعه صعب قوي. بيرسيستنت اوف تراب ديورنج تريتمنت، تراب ما بينزلش. الميل جندر زي ما انا قلت والسموكرز دول من اكتر الناس اللي الريميشن بيبقى فيهم وحش جدا في الجريفز، عشان كده لما بشوف عيان جريفز سموكر
انا بصراحة يعني بزعق له جامد جدا، لان ده هيقلل فرص الريميشن. طيب هو دخل في ريميشن، what are the strategies to prevent relapse in Graves disease؟ كلها أسئلة مهمة جدا. إمتى؟ نمرة واحد، prolonged duration، قلت بستخدم small dose of antithyroid لمدة 18 إلى 24 months، هنشرح الكلام ده. High dose of antithyroid drugs، block replacement therapy هتكلم عليها، لأن دي فيها خطأ شائع بين الناس دلوقتي. أول حاجة اللي هي prolonged duration of antithyroid، زي ما أنا قلت treatment with antithyroid drug من 18 ل 24 months has been shown to be effective in preventing relapse in 50% of patients. Duration of therapy beyond 24 months don't influence the outcome. The use of، لكن في دراسة اللي أنا قلتها 5 سنين وكان في outcome كويس. The use of high dose antithyroid drug، كاربامازول أكثر من 40 ملي جرام، or block replacement therapy don't improve remission. كلام مهم عاوز اقوله تاني، اعيدها تاني. The use of high dose antithyroid drug، كاربامازول اكتر من 40 ملي جرام، or block replacement therapy does not improve الريميشن. من فضلك يا دكاترة اتقالوا على النقطة دي قوي، ما تعدتوش تدوا بقى 18 حباية وال 24 حباية والكلام اللي احنا بنشوفه في الرشطات. واحد يسألني ايه البلوك ريبليسمنت ثيرابي اللي انت عمال تتكلم عليه؟ ان انا استخدم هاي دوز انتي ثايرويد دراج 30 ملي 6 حبات، شوف بنعتبرها هاي دوز اوف كاربامازول ويز ليفوثيروكسين من 100 ل 150، استخدم الاثنين مع بعض. واحد يقول لي بتستخدم واحد ينشط الغده وواحد يبلوك الغده؟ بستخدمها، لكن ما عادش لها استخدام في علاج الجريفز. من فضلكم دي ما عادش لها استخدام في علاج الجريفز. امال ايه الانديكيشن بتاع البلوك ريبليسمنت ثيرابي؟ امتى بنستخدم البلوك ريبليسمنت ثيرابي ديت؟ لان ساعات كتير جدا تروح الرشطه لاحد الناس يقول له الدكتور كاتب لك دواء بيزود نشاط الغده ودواء بيقلل نشاط الغده، ازاي كده؟ طيب نعرف بقى الانديكيشن فور بروك ريبليسمنت ثيرابي، دي انديكيشن مهمه جدا. ثايرويد اسوشيتد اوربتوباسي، عينيه متضخمة. طب ليه؟ حصل بروبتوزيس. لو انا اديت الانتي ثايرويد اللي هو الكاربامازول، التي اس اتش هيزيد، ولما التي اس اتش هيزيد هيزود البروبتوز، فبدي الثايروكسين هنا عشان ما خليش التي اس اتش يزود الاوربتوباسي. ادي اول حاجة. نمرة اتنين، بريجننت وومن، ودي مهمة جدا جدا جدا، وحط تحتها 100 خط. Pregnant woman with Graves disease who have undergone ablative therapy، عملت ريديو اكتف ابليشن قبل الحمل او عملت سيرجري، وجيت وهي حامل لقيت التراب بوزيتيف، من فضلك اي ست بريجننت عملت ريديو اكتف ابليشن او عملت سيرجري، مش لازم التراب يبقى نيجاتيف، ممكن التراب يبقى بوزيتيف، فمن فضلك وبالذات في الاسبوع 28 اعمل التراب. من فضلك اعمل التراب. عاوز تعمله قبل كده اعمله قبل كده في الحمل. طب بعمل التراب ليه؟ لانه بيعدي البلاسينتا. طب ولو عدى البلاسينتا هيعمل ايه؟ هيعمل فيتال هايبرثايروديزم. طب اعرف الفيتال هايبرثايروديزم ازاي؟ الهارت ريت بتاعه هيبقى زايد جدا، وبالتالي الاوت كام بتاعه ممكن يبقى وحش. فلو لقيت الهارت ريت بتاعه زايد جدا والتراب بوزيتيف، ادي بقى مع الكاربامازول اللي انت بتديه، ادي بقى ليفوثيروكس. دي مهمه جدا جدا جدا. از روتين مونيتورنج فور نيوتروبينيا انديكيتد ان بيشنت اون انتي ثايرويد دراج. احنا عارفين الكاربامازول ممكن يعمل نيوتروبينيا او اجرانيولوسيتوز، ودي خطر لان ممكن تعمل انفكشن. فكمبليت بلاد كاونت از ريكومندد ان اول بيشنت بريور تو انيشيشن اوف انتي ثايرويد دراج ثيرابي. صوره دم مش هتكلفك حاجه خالص، لازم تعملها قبل ما تبدا تدي الكاربامازول او الميسيمازول او البروبايل ثيوراسيل. هاويفر ذير از نو ريكومنديشن فور مونيتورنج ذيس بارامترز ديورنج ثيرابي از نيوتروبينيا از ايديو سينكراسي، يعني بتحصل بدري من الدواء،
فمع الوقت خلاص ما عدتش محتاج اعمل بقى سي بي سي عشان اشوف الوايت بلاد كورباسل اشوف في اجرانيوسايتوزيس ولا لا، لكن لازم اعملها قبل التريتمنت وبعد التريتمنت، خاصه لو العين اشتكى من سور ثروت. هقول اهو مايلد نيوتروبينيا، يعني لقيت الليكوسيتك كاونت من 1000 الى 1500 از ا فيتشر اوف اكتيف جريفز. الاكتيف جريفز ممكن يعمل كده لوحده بير سي and is not a contraindication for initiation of anti-thyroid drugs. However بالضبط كده، بالضبط كده يا دكتور أسامة، هي فعلا محتاجة العلاج عشان تتحسن في الحالات دي. بس خلي بالك بقى الجملة اللي جاية دي مهمة أوي. However appearance of sore throat and or fever while on treatment should raise the possibility of drug induced agranulocytosis. أو لو لقيت النيوتروفيل كاونت اقل من 500 من فضلك هم دول اللي توقف فيهم الكارب مازول. Is routine monitoring for hepatic dysfunction indicated in patient on anti-thyroid drug? Liver functioning tests are recommended in all patient prior to initiation of anti-thyroid drug therapy. من فضلك اعمل الترانز امينيزس واعمل البلوروبين، ما تعملش ترانز امينيز لوحدها، هنشوف دلوقتي ليه. However there is no recommendation for monitoring these parameters during therapy as hepatic dysfunction برضو بيحصل idiosyncrasy فبيحصل early، فلو ما حصلش مش هيحصل بعد كده، فاتبعها قبل ما تبدا التريتمنت وبعد ما تبدا التريتمنت ب 1 month او 1 and a half months. Trans aminitis and hyperbilirubinemia can occur in severe thyrotoxicosis but is not a contraindication to anti-thyroid drug therapy. يعني قبل ما تعالجها لقيت الترانز امينيزيس عاليه والبلوروبين عالي، هذا ليس كونترا انديكيشن للعلاج، بل زي ما الدكتور اسامه بيقول العلاج ممكن يحسن الترانز امينيزيس ويحسن الهايبر بلوروبينيميا اللي موجوده. طب امتى ادي بيتا بلوكر في العيانين اللي عندهم ثايروكسكوزيس؟ احنا بنديها روتين. طيب دي ادجوفنت ثيرابي لكل العيانين بديها مع الانتي ثايرويد، لكن في بقى سبيشال انديكيشن مهمه قوي فيها البيتا بلوكر. اول حاجه الاي اف ومعاها رابيد فنتريكولار ريت، ريت ريليتد هارت فيلير، الهارت فيلير وعنده فيري هاي هارت ريت، سيروتوكسيك بريودك باراليسيس. البيتا بلوكر غايه في الاهميه وممكن تعالج السيروتوكسيك بريودك باراليسيس لوحده. ثايرويد ستورم غايه في الاهميه عشان الادرينال الانتي ادرينرجيك افكت بتاع البيتا بلوكر. ثايروكسكوز اسوشيتد هايبركالسيميا، ليه؟ التي 4 انكريزز بون ريزوربشن ثرو بيتا ادرينرجيك ريسبتورز، فهتقلل الهايبركالسيميا اللي موجود. طيب انتريم بيريود بوست راديو اباليشن، عيان عمل راديو اباليشن ولسه بيشتكي من ثايروتوكسيك مانيفستيشن، اديله انتي ثايرويد؟ لا، اديله بيتا بلوكر بس. لكن لو استمر بقى اكتر من 1 مانث ولسه، هدي انتي ثايرويد. بيتا بلوكر should be continued till serum T3 and T4 levels are normalized except in patient with AF and thyrotoxic periodic paralysis. دول اللي بستخدمها فترة طويلة. Subacute thyroiditis بيتا بلوكر are the prime modality of treatment. Subacute thyroiditis ده عيان حاجة خفيفة خالص، يبقى عنده شوية هارت ريت زايدة بسيطة، فالبيتا بلوكر هو الأونلي تريتمنت. بيتا بلوكر should be used with caution during pregnancy على عكس ما الناس متخيله، as they may increase the risk of fatal او neonatal bradycardia, hypoglycemia and intrauterine growth retardation. فما تستخدمهاش كتير في الثايرويد ديزيز with pregnancy. ايه البريفيرد بيتا بلوكر في العيانين الثايروتوكسيك؟ النون سيلكتيف بيتا بلوكر زي البروبرانول از بريفيرد از ات انهبيت بريفرال كونفرشن اوف تي 4 تو تي 3 تو تي 3 باي انهبيتنج دي ايودينيز تايب 1 انزايم اند اولسو اليفييت ان اكزايتي باي ريديوسينج سنترال ادرينرجيك درايف. سيلكتيف بيتا بلوكر زي الميتوبرول والاتينولول ار اولسو شون تو بي ايكوالي افكتيف اند مي بي ان الترناتيف تو بروبرانول. ازميلول ده شورت اكتنج بيتا بلوكر ويز رابيد افكت از بريفيرد ان بيشنت وذ ثايرويد ستورم، انا عاوز نتيجه سريعه. ان ذوز وذ ريت ريليتد هارت فيلير سيلكتيف بيتا بلوكر كان بي يوزد وذ كوشن. يوز اوف امتى استخدم ان اورجانيك ايودين في العينين الثايروتوكسيك؟
دي حاجة سهلة خالص، الأورجانيك أيودين في الثايرويد ستورم، في البري أوبراتيف بريباريشن عشان أقلل الفاسكولاريتي بتاع الجلاند، شيلدينج ثايرويد جلاند ديورينج نيوكلير سنتيجرافي، performed for evaluation of extra thyroid disorders. يعني أنا بدور على فايوكروموسايتوما وعملت MIBG سكان للفايوكروموسايتوما، يبقى في الحالة ديت أنا عاوز أعمل شيلدينج للثيرويد جلاند عشان أمنع الكلام ده يروح للثيرويد جلاند، فممكن أدي inorganic iodine. لكن الانديكيشن المهمين عندنا ثيرويد ستورم والبري أوبراتيف بريباريشن. طيب الراديو اكتف اباليشن بقى، نخش بقى على الكيوراتيف تريتمنت، او يعني ده التريتمنت الاساسي بقى، مش ادي دراجز والعيان ما جابش نتيجه، فمحتاج ادي راديو اكتف ايودين. طب راديو اكتف ايودين اباليشن سيف افكتيف ان اكسبنسيف تريتمنت اوف تشويس ان بيشنت وذ توكسيك ادينوما. لو عندي ادينوما هي اللي بتطلع بس وبقيه الجلاند كويسه، هو كويس في الجريفز ديزيز، في العيانين الإيلدرلي وهاف لارج جويتر اور كوموربيديتيز انا مش عارف اعمل لهم جراحه، لايك كاردياك فيلير اور باس هيستوري اوف سيروتوكسيك بريديك باراليسيز، دول مش عارف اعمل لهم جراحه، فالراديو اكتيف ايودين ابليشن هيبقى بريفيت. زوز هو ار انتولرانت تو انتي ثايرويد دراج، كل شويه الانتي ثايرويد دراج عامل له مشاكل في المعده، عامل له مشاكل بالنسبه للبلاد بيكشر الترانز امينيزيس، ممكن الجا للاباليشن. توكسيك مالتي نودولار جويتر سبيشالي لو العيان ريفيوزنج السيرجري، ان بيشنت هو ريمين توكسيك ديسبايت راديو اكتيف ايودين اباليشن مي ريكواير ا ريبيت دوز، ممكن اعيد الدوز بعد 6 مانثس. من فضلك الكلام ده مهم جدا، ما تفكرش تعيد الدوز قبل 6 مانثس. طب والفتره دي هياخد انتي ثايرويد. طب ايه التحضيرات اللي انا اعملها قبل ما اعمل راديو اكتيف ايودين ابليشن؟ بريجنانسي تيست، لان ده كونترا انديكيتد دورنج بريجنانسي. سيفير ثايروسكوزيس لو تي 4 اكتر من 20، طب ليه؟ ده انا ممكن ادخله في ثايرويد ستورم، ادخله في ثايروسكوزيك كرايسيس، يبقى انا عملت جريمة. مايلدلي ثايروتوكسيك بيشنت ريسبوند بيتر، خلي بالك النقطه دي مهمه قوي، مايلدلي ثايروتوكسيك بيشنت ريسبوند بيتر، وانا عاوز اتقل عليها تاني، ريسبوند بيتر تو راديو ابليشن ذان ايو ثايرويد سبجكت از ذا جلاند از مور افيد، الجلاند نشيطه جدا فهتاخد كميه كبيره من اليود بسرعه، فخلي العيان على مايلدلي اكتف، لكن سيفيرلي اكتف لا. Iodine containing preparation should be discontinued for 2 to 4 weeks. 3 to 6 months may be required following use of amiodarone or radio contrast. Anti-thyroid drug should be discontinued. وقف الانتي-thyroid 5 إلى 7 أيام قبل الراديو اكتف ايودين. البروبايل ثيوراسيل makes the gland more radio resistance because probial ثيوراسيل act as a free radical scavenger. And the free radicals are involved in follicular cell damage following radioactive iodine therapy. عشان كده العيانين بتوع البروبايل ثيوراسيل استجابتهم للradioactive iodine ablation أقل من العيانين اللي بياخدوا كاربمازول. Beta blocker should be added continued in the interim period after radio ablation. زي ما أنا قلت الفترة اللي بعد radioactive iodine لو لسه في cyrotoxic manifestation بستخدم البيتا بلوكر. Concurrent treatment with glucocorticoid is advised in those with clinically active ثايرويد اشيت اوربتوباسي تو بريفنت ورسنينج. بريجننسي شود بي افويدد فور ات ليست 6 مانثس افتر راديو اباليشن. بوست اباليشن بيشنت شود افويد هاوس هولد اند فيزيكال كونتاكت فور ا بيريود اوف 1 ويك. قللوا ال 1 ويك دلوقتي، يعني قالوا ممكن نقعد من 48 ل 72 ساعه، خاصه الاطفال يقعد بعيد عن الاطفال، لكن انا بحب برضه ال 1 ويك لغايه دلوقتي. Follow up a patient after radio ablation. Risk of exacerbation of symptoms due to radiation thyroiditis and increased TRAbs level. يبقى كل شوية بتابع بالTRAb level. وممكن يحصل عندي radiation thyroiditis. ودي بنشوفها كتير. العيان بقى يجي يشتكي يقول لك أنا بعد ما عملت radio active iodine ablation الجلاند بتوجعني جدا وزوري فيه حرقان ومانيش قادر. يبقى في radiation thyroiditis. ما تخافش. دي resolved لوحدها. كل اللي أنت تعمله بس ادي بيتا بلوكر. Only 50 to 75% of patients are able to achieve euthyroid.
من 50 لـ 75% بعد 6 لـ 8 أسابيع بيبقوا إيه؟ أيوثيرويد. Therefore, beta blocker should be continued in the interim period. Anti-thyroid drug should be reinitiated after 1 week of radio ablation in patient with severe thyrotoxicosis and cardiac disease. Thyroid function test should be monitored كل من 4 لـ 6 أسابيع interval. مين العيانين اللي تجنب فيهم الراديو اكتف ابليشن؟ اطفال اقل من 5 سنين during pregnancy. Use of radio active iodine ablation in patient with clinically active orbitopathy. لسه انا قايل ده هيزود التي اس اتش can lead to worsening of eye disease. However, radio active iodine ablation may be given along with steroid in patient with orbitopathy. Adverse effect associated with radioactive iodine راديشن ثايرويدايت زي ما انا قلت بيرمننت هايبوثايرويديزم وده بتوصل كتير في عيانين. اكسسربيشن اوف ثايرويد اسيد اوربتوباسي انكريز ريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنت اند بروبابلي مورتاليتي. الثايرويد سيرجري انديكيتد فين؟ اللارج جويتر كومبريسيف سيمتومز تشيلدرن اقل من 5 سنين ريتروسترنال اكستنشن بريجننت وومن هو ار انتولرانت تو انتي ثايرويد دراج وما عملش العمليه الا في السكند ترايمستر. Severe thyroid associated orbitopathy patient who failed to respond to multiple doses of radioactive iodine ablation. How to treat subclinical hyperthyroidism. TSH قليلة و T3-T4 normal. لو في increased cardiovascular risk لو العيان بالذات عنده AF. لو في decreased bone mineral density. لو في شوية dementia. ده indicated ان انا اعالج السب كلينيكال هايبوثايروديزم. All patient with TSH اقل من 1 and age اكتر من 5 سنين او TSH اقل من 1 و age اقل من 5 سنين with symptoms of thyroxicosis and the presence of heart disease or cardiac risk factors or osteoporosis should be treated. تاني مهم قوي كل العيانين اللي TSH اقل من 1/10 وال age اكتر من 65 بدون النظر على اي حاجه تانيه بدون النظر دول يتعالجوا حتى لو هو صاب كلينيكال هايبر هو صاب كلينيكال هايبر ثايرويديزم. لكن لو تي اس اتش اقل من 1/10 والايج اقل من 65 وفي سيمبتومز اوف ثايروتوكسيكوزيس او في كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز كتيره او في كاردياك ديزيز يبقى العيانين دول برضو يتعالجوا من الصاب كلينيكال هايبر ثايرويديزم. ولو في واحده سيرشنج فور فيرتيليتي وعندها صاب كلينيكال هايبر ثايرويديزم ممكن تتعالج. Patient with TSH between 1 و5 and age أكتر من 5 سنين year of TSH and age أقل من 65 with comorbidity يبقى ال TSH حتى لو واصل إلى 5/10 يستحسن العيانين اللي أكتر من 65 سنة يتعالجوا. لكن لو العيانين من 1 إلى 5/10 وسنهم أقل من 65 سنة وعندهم comorbidity يبقى يتعالجوا. زي ما انا قلت تريتمنت اوف سب كلينيكال هايبوثايرويديزم مي بي بينفيت وومن ويز انفيرتيليتي. ذا سيركوليتنج سيرم تي 3 اند تي 4 ليفل بريدكت ذا سيفيريتي اوف ثايرويد ستورم. يعني العيان يجي له ثايرويد ستورم هل دول؟ لا. تي 3 مي بي نورمال مايلدلي اليفيتد ان بيشنت ويز ثايرويد ستورم. ليه؟ ديو كونكرنت كلمه مهمه قوي كونكرنت سيك او ثايرويد سندروم. لما بيحصل لهم ثايرويد ستورم بيحصل لهم سيك او ثايرويد ستور ما تطلعش تي 3 كتير. اوجمنتد بريفرال ريسبونس تو سيركوليتنج تي 4 والتي 4 ما يتحولش لتي 3 في البريفرال تيشو. انكريز ذا ليفل اوف فري تي 3 اند 4 اند تي 4 ديو تو انكريز ذا بايندنج والسيرم بايندنج جلوبلين ديورنج كريتيكال ايلنس. هاويفر هاو تو تريت ثايرويد ستور دي كلام مهم جدا احنا قربنا نخلص اهوت بقينا بس 3 سلايد. Supportive measure to correct dehydration, appropriate antibiotic and use of antibiotic. Acetaminophen is preferred and aspirin. The aspirin is to be avoided as interfere with protein binding leading to elevated T3 and T4. البيتا بلوكر بستخدم البروبرانول في دوز من 40 إلى 60 ملي كل 6 ساعات. البروبايل سايوراسيل زي ما أنا قلت من أحسن الحاجات في الثايرويد ستورم بدوز 200 ملي جرام كل 4 ساعات او ميسي مازول 20 او كارب مازول 20 ملي جرام اورالي يعني 4 حبات كل 4 لـ 6 ساعات. هو دي بقى اللي انا بدي فيه كميه كبيره. جلوكوكورتيكويد سبيشال الديكساميثازون بدي 4 ملي جرام كل 6 ساعات.
after 2 hours of initiation of anti-thyroid drugs, بدي inorganic iodine should be administered as it inhibits thyroid hormone release. بدي ايه؟ local solution 10 drop twice daily or كلوسال ايودين من 40 ل 50 ملي توايس ا داي. سيوناميد شود بي ادمنسترد بفور ايودين، لازم ياخد الانتي ثايرويد بفور ايودين. از برير ادمنستريشن اوف ايودين مي اكت از افيول فور ذا هايبر فانكشننج جلاند، فممكن يدخلني في سيروتوكسيك ستورم. ايودين ممكن يزود السيروتوكسيك ستورم. انا اسف دي اخر سلايد. ايودين تريتمنت شود بي ستوبد، كلام مهم قوي، within 5 to 7 days as the gland escapes from inhibitory effect of iodine in thyroid hormone release اللي بنسميها iodine escape. يعني بعد 5 لـ7 أيام ملوش قيمة خالص، لأن بيحصل حاجة اسمها iodide escape. Thank you. نكمل إن شاء الله المرة الجاية في الثيرويد disorders. كل سلايد عاوز ده عاوز الطبع مش في السمع بقى، عاوز الطبع.